بعث صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ضمنها سمه بالغة تعزيه وصادقة مواساته في ضحايا حادث طائرة الركاب الروسية التي سقطت أمس في شبه جزيرة سيناء كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معالي السيد ديمتري ميدفيديف رئيس وزراء روسيا الاتحادية ضمنها سموه صادقة تعزي وخالصة مواساته في هذا الحادث المؤسف